دكتور، انت موالاة ولا معارضة؟ لا هاي ولا هاي، أنا ما بتدخل بالسياسة سيد إسلام. لك مو هذا قصدي، قصدي انت مع الله ولا ضد الله؟ يا عمي شو هالأسئلة الغريبة؟ طيب خليني اوضح لك بسؤال تاني، بتحبني؟ إيه طبعا بحبك وبحب كل الناس. بس انا ما بقدر احبك يا اخي. وليش بقى؟ عملت معك شي مو منيح لا سمح الله؟ لا سمعت عني أشياء مو كويسة؟ لا أبدا، قصرت في علاجك؟ لا لا دكتور، أنا ما بحبك مو لأنك زلمة مو كويس لا سمح الله، بس لأنه الشرع هيك بيطلب. يا عمي دوختنا بالشرع تبعك، شو بيقول لك الشرع؟ بيقول لك ما تحب المسيحي؟ الله بيقول لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. بس أنا لا عاديتك ولا عاديت الله يا سيد إسلام. شو قصتك؟ ليش كل هالحقد؟ شربت الحبة اليوم؟ ايه شربت الحبة وبعرف شو عم بحكي معك دكتور. القرآن بيقول فإن الله عدو للكافرين، فبما أنك كافر دكتور فأنت إذن عدو الله، وأنا ما بيجوز حب أعداء الله. وأهل العلم بيقولوا في هاي المسألة أنه الكافر سواء كان مسالم أم حربي فهو عدو للمؤمن. الشرع واضح دكتور واضح. ايه بس إلهك هو اللي عم يعاديني مو أنا. لا دكتور لا، انت كفرت بالله ورسوله، انا بدي اتعامل معك بحسب عقيدة الولاء والبراء. ايوه وشو بتقول هاي العقيدة؟ العقيدة بتقول لازم حبك بقدر ما انت بتحب الله ورسوله، وبكرهك بقدر ما انت بتكره الله ورسوله. ولاء يعني موالاة يعني تأييد، وبراء يعني تبري. فيك تعطيني امثلة؟ موالاة الكفرة يعني مصادقتهم ومناصرتهم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. الانخراط في مجتمعاتهم والانضمام إلى أحزابهم، مداهنتهم ومجاملتهم على حساب الدين، الثقة بهم واتخاذهم بطانة من دون المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم. توليتهم مناصب إدارية يترأسون بها على المسلمين ويذلونهم. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. التشبه بهم في الملبس والهيئة والكلام، من تشبه بقوم فهو منهم. اللي بيعمل هالإشياء يعني عم بيوالي الكفار دكتور. طيب يا أخي لا تصادقني ولا تناصرني ولا تتشبه فيني، بس ضروري تكرهني وتعاديني؟ شو قلنا لك؟ فإن الله عدو للكافرين. معقول تكون عدو الله ورسوله وما أبغضك دكتور؟ شه والله أمرك عجيب سيد إسلام. علة المرض النفسي اللي عندك هي الكتب اللي عم تقرأ فيها، وما في أمل بعلاجك إلا إذا تركتها.